إذا هذا هو النيزك، النيزك اللي تلقى في تيكليت، في منطقة تيكليت كما قلنا كتبعد 140 كيلومتر على 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 قلبين، مدينة قلبين. فالآلة اللي قلت لكم هي عطتنا المكونات ديال نهار 10 ديسمبر في قبل صلاة العشاء بربع ساعة، طاح واحد النيزك، جات واحد الكرة نارية خضراء كبيرة دازت في المنطقة ديال تيكليت، والناس سمعوا واحد ثلاثة انفجارات قوية. هذيك الانفجارات ادت إلى تشتت هذاك النيزك في ديك المنطقة كلها. فالمتحف غير سمعنا بأن هذا النيزك بداو كيلقاو شظايا ديالو، رسلنا الأعضاء ديالنا ديال الأعضاء ديال الجمعية اللي كاينين في مدينة سمارة، كاينين في مدينة قلميم، كاينين في عونة تركوس، فمشاو تما كيبحثوا على هذا النيزك وتياخذوا لنا المعلومات باش نكتبوا عليه وننوروا، لان المتحف الجامعي النيزي كما كتعرف هو المؤسسه الوحيده هنا اللي كتهتم في المغرب اللي كتهتم بالثقافه العلميه من ناحيه نيزك. فحسينا براسنا نصوم اوبليجي، كنا مجبرين باش خصنا ناخذوا كاع المعلومات ونديروا دراسه معمقه لهذا النيزك. ففاش وصلنا هاد واحد العينه من هاد النيزك، درنا التحاليل ديالو في المركز البحث العلمي في كليه العلوم هنا بجامعه ابن زور، وكتبنا عليه دونك ولا عندنا عليه معلومات كاملين. فالجدل كان بان واش هو نيزك قمري نوع بريشيا ولا نوع من اوبريت. فالتحاليل كانوا سهلين لان القمر بريشيا تيكون غني بواحد البلورات ديال الفوسفات ديال بلوتو ديال البلاجيو ديال الفلسبات، لوبريت تيكون فيه لونستاتيت واحد البلورات غنيه من المغنيسيوم وتيكون فيه الحديد مع النيكل. فالتحاليل الاولى ورات لنا بان راه نوع من اوبريت ماشي قمري، اذا من الاوبريت جاي من واحد الكويكب كسميتو او دونك استيرويد دو تيب او. ورفعنا هذا الجدل دونك ما بقاش مشكل ديال من الاصل ديالو، دونك متاكدين 100% دابا بانه اوبريت جاء من كويكبات. سي بي جاب لينا واحد النيزك باش ناخذوا ليه التصاور ويمطون باش نديروا ليه التحليل الكيميائي، نشوفوا العناصر اللي مكونه في هاد لي شونطيون. اول حاجه قبل ما ندخلوه قبل ما ندخلوه لاباري كنديروا ليه واحد ميتاليزاسيون باش يولي سومي كونديكتور، من بعد كندخلوه المجهر الالكتروني باش ناخذوا ليه التصاور، وفي نفس الوقت نديرو التحاليل. من خلال دوك التحاليل كنعرفوا واش نيزك ولا حجر عادي. فالكويكبات كتعرفوا بان كاين واحد الحزام ديال الكويكبات بين مارس وجوبيتر، بين المشتري والمريخ، فكاينين الالاف، قدرنا نعطيو اسماء ديال 300 ألف. وكتعرفوا بان دابا الدول المتقدمه كاينين بعد الناس يفكروا كيفاش يجلبوا لي زاليمون شيميك من هاد الكويكبات. دابا ولات واحد التجاره كيتسابقوا لان كاينين فيهم واحد المكونات ثقيله في الارض، وهاد المكونات الكيميائيه كتدخل في دوك في الاندستري داك الصناعه المتطوره جدا، وكتدخل في علم الفضاء وداكشي، وغنيه زعما باهظه الثمن. فكاين واحد دراسه دابا ولاو كلشي كيحاولوا يدرسوا هاد الكويكبات وكيحاولوا يشوفوا كيفاش هاد الشركات ياخذوا منهم هاد المواد. اذا هاد النيزك كيعطينا معلومات بان جا من واحد الكويكب من تب او. هاد الكويكب تعرض لاصطدامات كثيره خصوصا مع واحد الكويكب حتى هو من اونستاتيت ولكن هو كوندريتيك. فهاد المعلومات مهمه للعلوم، ولا دابا مهمه حتى الناس اللي باغيين يجيبوا هاد المكونات من هاد الكويكبات. هاد الظاهره هذه انا كنحسبها ظاهره صحيه، ولينا في المغرب غير كيطيح نيزك كي الناس كيتوافدوا عليه، عرفتي المئات
ديال السيارات الدفع الرباعي كانوا تمايا، صيفطوا لي صور ديال الناس كثار. فهي ظاهره صحيه ماشي زعما مزيان، لانك تعرفوا النيزك كيتصوف واحد المكان ماشي بحال الارض، دونك فاش كيجي في الارض كيتفسخ. فتلقاو دابا في المغرب، لان امريكان كما قلنا في واحد الفيديو عندهم الرادارات، واوروبا عندهم الكاميرات باختو باش كيرصدوا الظاهره هذه. فحنا الكاميرات والرادارات ديالنا هما هاد الرحال، هما هاد الناس اللي كيقلبوا على النيازك، اما محبين او سماسره او الكوليكسيونور اللي كيجمعوا النيازك. فمزيانه، ظاهره مزيانه. الثمن ديالو هذاك الثمن ما غاليش، لان تيجيك انت باهي الثمن، لا الثمن ديال الحجر القمري كثر من هذاك الثمن، كثر هما اللي سمعت، لان عيطوا لي الناس وهذاك بعد شهود عيان تيقولوا بان طلبوا فيه 6000 درهم للجرام، ولكن هو كيستاهل كثر، لانه هو اول سقوط ديال النيزك قمري في العالم. دونك خصو يكون الثمن ديالو. مالوغوزمون متاسفين، لانه ماشي قمري، هو اوبريت، فالثمن ديالو قل من هذاك، اكثر من ماشي هذاك هو الثمن ديال اوبريت. هو من ناحيه العلوم انا بالنسبه لي لا، لان الكويكبات كما قلت لك دابا ولاو الكويكبات ولاو بغينا نستغلوهم، فاي معلومات وجوهم بعاد على القمر لانه هو القمر ديالنا، هو الساتيليت ناتوريل ديالنا، قريب لينا نقدروا نمشيو ليه، طونديك الكويكبات بعاد علينا بزاف. فالمعلومات على الكويكبات علميا كتكون انا بالنسبه لي احسن اذا لقينا شي معلومات على الكويكبات وداك الشيء. القمر حيت عنده القيمه، القمر ديما كتعرف بكري، هو ساتيليت ديالنا كيشعروا عليه، فاش كدوي على القمر كياتيغ الناس وداك الشيء، هذا هو لا ديفيرونس. دونك الثمن ديالو عند لي كوليكسيونور، عند الناس اللي كيجمعوه هو اللي تيكون غالي. اما من الناحيه العلميه عندنا بحال القمر غالي حيت قليل، عاوتاني الحجر ديالو قليل، كونك الكويكبات كاين شويه موجود على القمر. فالديكلاراسيون مهمه جدا، وهنا هذه هي الديكلاراسيون اللي مهمه عندي، هي نديكلاري في المغرب اش لقينا، لان كما بحال في الصين ولا في كوريا ولا في استراليا ولا في بعض الدول حتى تركيا كيديكلاريو ديكلاراسيون عندهم هي وطنيه، كيديكلاريو وطنيا بعدا اش لقينا. عاده كنمشيو نشوفوا امريكا اش غديكلاريو وهذا اش ديكلاريو. فبغينا حنا نصرخوا من هذه القضيه ديال حنا ماشي كثار بيتو الباحثين في النيازك، كيلقى نيزك كيمشي يجري عند يصيفطوا الامريكي وتسناو يدير، لا حنا دابا بدينا كنشريو الاله وداك الشيء. فهذه هي الديكلاراسيون عندي انا مهمه، نقول للاخوان ديالي فوالا اش لقينا وثقوا بنا. مع شويه بشويه غيبداو يثقوا بنا، لان كاين واحد عدم الثقه، لان كنقرا انا دوك التعاليق وداك الشيء كنشوف بان كاين واحد عدم الثقه، وتيقولوا بان راه سماسيرا راه تيديروا تيقول لك غلط باش الثمن ديالو رخيص ويشريوه هما. المهم كاين هذا العالم الثالث معروف بهذا، لان المتحف انا خدمت 4 سنين في المتحف ديال اللوفر، النص ديال داكشي اللي معروض في المتحف اما ستاندون معطي ليهم ولا مسلف ان بري، ما كاينش شي واحد غيكتب حقا متحف اللوفر كيستغل الفرنسيين، لا هذاك ديالنا، متحف باتريمون ديالنا حنا، ماشي هنا في المغرب باقا ديك الثقافه، ولكن كتفهم لان عالم ثالث. كاينين دوك الموفيز دونك تنقولوا لهم عندهم داك كيبداو يخوفوا الناس، لا بالعكس، دابا ان شاء الله نديروا الثقه ديالنا باش اذا طاح شي نيزك نعرفوا حنا الاولين هنا في المغرب ونديكلاريو ديكلاريو. هذيك هي الديكلاراسيون. اما الديكلاراسيون اللي كيديروا دوك الباحثين الاخرين نمشي لامريكا باش نديكلاريه في ديك المنظمه الدوليه، انا كنلقى فيها واحد الحيف، لان الاستاذ الباحث كيقدر يشري النيزك كيصيفط الطلبه ديالو يقلبوا عليه يكتب يدير تحاليل راه بالفلوس، راه ماشي تحاليل خاص، راه غاليه بزاف، كندير تحاليل ونكتب ندير تقرير عليه ونصيفطو لهم هما ويديروا الاسم ديالهم هما. يديروا الاسم ديالهم، الاسم ديالك انت اي بي يجي وسط التكست بان راه اي بي هو اللي قال هذه القضيه هذه وسط التكست، والاسماء ديالهم هي الكبيره في الاول. لا هو قديما ديكلاراسيون هي هكا، انا في الاول ديكلاريت واحد 5 ديكلاراسيون عطيتهم اسماء مغربيه، توفاسور، المهم كاينين اسماء مغربيه، ولكن كنلقى راسي الخدمه درتها كامله وكنعطيها لواحد 5 ولا 6 عازلين بعضياتهم في واحد المؤسسه تيقولوا دوليه، هي دوليه، باش يديروا سميتهم ويكتبوا داك التكست ويديروا لك التصاور اللي درت انا. وانا ما كاين سميتي ما كينفعني بوالو، هذاك ديكلاراسيون علميا انا ما كتنفعني بوالو، لان ما فيهاش الاسم ديالي، انا كنبغي انا احسن ليا نديكلاريها بالاسم ديالي واخا في المغرب ولا في ايطاليا ولا شي حاجه في شي جورنال ايطالي وتكون الاسم ديالي والاسم ديال المتحف والاسم ديال المختبر، كون ديكلاريها عند هذوك هما يديروا الاسماء ديالهم. فانا كتبت لهم وقلتها بشحال من مره، ماشي اول مره تنقولها، بان هذه القضيه ديال الديكلاراسيون خصها تعاود فيها النظر.
قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.